السلام عليكم أعزائي الطلبة الصف الخامس الإعدادي. إن شاء الله اليوم راح نتناول السكند كونديشنال، هي الحالة الثانية من F الشرطية. عندنا زيرو كونديشنال والفيرست كونديشنال، هاي السكند كونديشنال. من نشوف سكند كونديشنال معناها راح نستخدم الF. بهاي الحالة راح نحتاج F الشرطية اللي احنا نسميها إذا أجتي at the beginning في البداية، بعدها جملة الماضي البسيط، وبعدها شو نحتاج؟ نحتاج طبعا جملة الماضي البسيط، يعني أغلبية الأحيان يكون لازم فاعل بيها. عندنا بعد الكومة نحتاج subject، أما would أو could أو might واحدة من عدها، plus base فعل مجرد. إذا أجت الإف بالمدل يعني بالوسط، واضح؟ فشن نحتاج؟ نحتاج subject، أما would أو could أو might، يعني واحدة من عدهن زائدا فعل مجرد حسب المعنى. والإف جملة الماضي البسيط، وبعد ما نحتاج كومة تفصل، لأن هي الإف اجت وين؟ بالوسط. زين، راح نجي ناخذ هسه أمثلة. شو أقول؟ If I had a lot of money، يعني لو أملك أنا شنو؟ مال، كثير من المال. I would buy، لاشتريت شنو؟ A bigger house، لاشتريت بيت أكبر. شوف هاي جملة الماضي البسيط، I had، واضح؟ هاي جملة الماضي. شوف هنا عندنا الود باي، ود وفعل مجرد. زين، هاي الهاد مو ثابته، لا هذه معناها فعل ماضي. بلايد، واشت، مثلا عدي بوت بالماضي، يعني مو معناها هاد هذا تشبه الماضي التام، ما له دعوه. لا، هذا الفعل هاد بمعنى الاصل الفعل هو هاب، معناها يملك. اف اي هاد ا لوت اوف ماني، لو املك شنو؟ كثيرا من المال. زين، نمبر 2، I would buy. شوف الإف وين اجتي؟ بالمدل، بالوسط، عند المدل يعني بوسط الجملة. زين، الجملة اللي راح قبلها شو تكون؟ راح تحتوي على الود والفعل المجرد، والبعد الإف زمن الماضي شنو؟ البسيط. فهاي عندنا would buy، بس خليناها احنا بالوسط، وهناك الإف، وهناك أول جملة كانت الإف وين؟ بالبداية. هاي جملة الماضي، if I had. زين، الجملة اللي بعدها، If I worked hard، لو يعني لو عملت بجد، I would، لو أعمل يعني بجد، I would get a lot of money، لحصلت يعني شنو؟ على مزيدا من الأموال. شوف worked ماضي، وعندنا would get، لحصلت شنو؟ على كثيرا من الأموال. شوف I would get، If I worked hard، لو أعمل بجد، يعني شنو؟ سأحصل على مزيدا من الأموال. زين، بس هذا الشيء ما متحقق. زين، عندنا الـ F وين جتي هسه؟ بالمدل، بالوسط. شوف هنا أنا I would get، جتي هنا هاي الجملة، والبعد الـ F جتي جملة الماضي البسيط. يعني هسه احنا واضح تيجي بالبداية وتيجي بالوسط. زين، شوف هاي الجملة، هذا الشيء ما يتحقق. يعني مثلا اش اقول هنا؟ راح اضيف طبعا شنو؟ if I had wings، اللي عندي شنو؟ اجنحة. I، هاي شوف اختصار ال would بهالطريقة، معناها I would fly all over the world، يعني طرت في جميع انحاء العالم، واضح؟ يعني if I had wings، لو املك شنو؟ اجنحة. I would fly، I'd fly، هيك اللفظ أصلها would fly all over the world. زين، عندنا نمبر، بس هنا نأشر، شوف هاي جملة الماضي، واضح؟ وهنا جملة اللي نستخدم ال would fly، واضح؟ ال I الفاعل وال would والفعل المجرد. شوف هنا جاك worked بالماضي، يعني مو كل هاد، هاي هاد هيك يعني بالصدفة تجيك معناها يملك، واضح؟ يعني الفعل متغير. مثل هاي الجملة، he'd much fitter، سيكون شنو؟ أكثر رشاقة. if he stopped، لو يتوقف عن شنو؟ عن التدخين. شوف stopped هنا، هنا جملة ماضي. زين، بالامتحان احتمال يجيب لك هيجي he'd much fitter if he، وحاط لك stop يعني بين قوسين، أقول هنا قبلها would وعدي if بالوسط، فالفعل لازم شحوله إلى ماضي بسيط. أو بالعكس، حاط لك if he stopped smoking، وهنا الحاط لك شنو؟ he would be، واضح؟ he would be much fitter. طبعا هنا راح نحتاج شنو؟ be، he would be،
much fitter. سيكون أكثر شاقة if he stopped smoking. فهنا مثلاً إيش جايب لك؟ حاط لك الود والبي حاط لك إياها is am are. أقول لا شون لازم نحتاج فعل مجرد. شنو فعل المجرد؟ be. زين. If he had a swimming pool. لو إنه شنو يملك حوض سباحة. I could. يعني if we had a swimming pool. عندنا حوض سباحة. I could learn to swim. لاستطاع شنو؟ أن تتعلم السباحة. شوف هاي جملة الماضي. وعندنا هاي الجملة اللي بيها شنو؟ could وفعل مجرد. واضح؟ could وفعل مجرد. زين. هاي خلنا نعدلها. نجي الاستخدام. نستخدم الحالة الثانية للتكلم. الحالة الثانية من F الشرطية. يعني second conditional. للتكلم عن مواقف ليست حقيقية. شوف كلهن ما صايرات يعني. في هذه اللحظة. بهاي اللحظة. أو مواقف. أو مواقف شنو؟ غير محتملة الحصول في المستقبل. مثل ما أقول إذا كان عندي أجنعة لطرت في جميع أنحاء العالم. زين. نجي هنا هسه شلون تجيك بالامتحان. شوف do as required. If she have shorter hair, she looked nicer. زين هسه شنو عدي؟ اجي شنو عدي shorter hair يعني شنو شعر اقصر. فالاف يجي جملة ماضي وراها. فاقول if طبعا كان غير اللون افضل شوية حتى يصير واضح. نختار مثلا شوية لون ازرق. شو اقول if she جملة ماضي بسيط. الهاف شو تصير بالماضي؟ هاد. شو أقول؟ if she had shorter شنو hair. لو أنها تملك شعر أقصر she would شنو look. فعل مجرد يحتاج nicer راح تصير شنو أجمل. زين هسه هاي واضحة. نجي على الجملة اللي بعدها. you not be tired if you go to bed earlier. شنو معناه؟ معناه الاف جت بالوسط يعني الود ودنا راح يجن بالبداية. شو تصير الجملة؟ you wouldn't. طبعا ليش قلت wouldn't؟ عفوا هنا أنا نحتاج all. ليش قلت wouldn't؟ لان عندك not be معناه اريد نفي. النفي خميجي واحدة النوت لازم احتاج فعل مساعد. وال wouldn't وال be. wouldn't be tired. You wouldn't be tired if you شنو؟ زين نحتاج جملة ماضي بسيط بعد ال if. الgo شو تصير؟ went. if you went to bed earlier لو ذهبت إلى الفراش بشكل مبكر أكثر. واضح؟ زين هسه هاي الحل مالتها. هاي جت ال if بالوسط وعدنا الجملة الأولى جت في البداية. زين نجي على نمبر 3 الجملة الثالثة. if he not smoke he be a lot healthier. يعني إذا ما يدخن والشخص واحد إذا ما يدخن يكون شنو صحته أكثر أفضل. فشون تنحل ال if اجت في البداية. if يعني جملة الماضي البسيط لازم. if he طبعا not smoke ما تيجي نتوحدها جملة ماضي بسيط بيش أنفيها؟ أنفيها بالdid زائدا not. يو أقول did not يو didn't نفس الشيء. if he did not smoke مو تجي مثلا الفعل smoke تحوله بالماضي الفعل لا مو حاط لك not يدها يعني ماضي منفي. اقول if he did not smoke يعني انه لو كان لا يدخن لو انه لا يدخن he would لكان شنو he would be a lot healthier لكان صحته أفضل بكثير يعني. واضح؟ if he did not smoke he would be شنو healthier. هاي هنا هتصير الجملة كاملة. زين نجي على نمبر 4. what you do if you find 3 million Iraqi dinars in the street. شوف هنا شوي ركز. هنا جاب لك استفهام. زين الاستفهام هذا قبل الاف شنو معناها؟ معناه احنا ندري بعد الاف ماضي بسيط هسه قبلها شنو نحتاج الود والكود والمايت واحده من عندنا راح نستخدم شنو يعني الود. مثلا اقول what would you do what would you
دو اف زين الفايند مجرد فاحتاجه ماضي اف يو فاوند اذا وجدت يعني ركزوا علي تشوف اجت هناك عاده جمله مثبته بذنيك او اعتياديات يعني او منفيه جمله بس هنا استفهام عاده وعل وات يجي الفعل المساعد اللي هو شنو ود بهاي الحاله مال في الشرطيه الثانيه اقول وات وود يو دو اف يو شوف بعد الاف نحتاج جمله ماضي فنحول الفايند لان هو فعل شاذ يتغير شكله مو مثل ورك اضيف له اي دي يتغير شكله اف يو فاوند 3 مليون إيراكي دينارز in the street يعني ايش تسوي اذا لو وجدت 3 ملايين دينار عراقي في الشارع واضح زين نجي هسه الجمله اللي بعدها شلون تنحل if you have wings where you fly second conditional شوف كلهن second conditional هسه الاف بالبدايه واريد الجمله اللي بعدها ماضي if you had بالماضي if you had wings لو انك تملك اجنحه where شنو هذا هم استفهام لان where بمعنى اين ستطير واضح where would you fly واضح هاي الجمله شويه ركز عليها شوف where وبعدها would مو مثل الجمله المثبته you would مثلا اذا جمله مثبته او بالمنفيه you wouldn't لا ال where اداه الاستفهام وبعدها would واليو وفلاي واضح زين هاي نحددها حتى هذا الحل هاي الجمله هم حتى نحددها زين نجي هسه اللي بعده نمبر 6 هم سكند كونديشنال الاف بالوسط everybody زين شنو everybody would like like يحب هو الفعل المجرد like him يعني شنو كل واحد راح يحبه if he not be فاحتاج ماضي النوت هنا انا اريد انفيها وبي شرح احتاج if he was not شنو عندنا not be if he was not شنو so bossy if he شنو انه لم يكن شنو جدا متسلط هسه شنو راح نقول everybody would like him if he wasn't so bossy يعني كلهم كان يحبوه وهو مو هاي الطريقة مالته يحب يسيطر على الناس الموجودين زين نجي هسه الجملة اللي بعدها I tell you the answer if I know it زين هسه الجملة if جت بالوسط في الود والكود والمايت تجي إذا بالبداية شو أقول I would بالسمال لتر I would tell you the answer كنت يعني اخبرتك بالاجابه if I knew it لو انا شنو اعرفها الاجابه يعني كان قلت لك اياها واضح زين هاي شوف knew no I know بالماضي I knew زين عندنا الجملة الثامنة شرح يكون حلها السكند كونديشن هاي تطبيقات هواي راح يصير الموضوع جدا سهل عليك الاف بالوسط I would give you some money if I had any يعني شي تعطيك مال لو انا عندي اي مبلغ واضح فهذه هم صارت واضحة زين احنا بعد ان شاء الله صارت واضحة من نشرح بعد اكثر لين حتى شوي للسرعة if اجت بالبداية if عفوا if I where شوف هاي انتبه عليها قلناها القاعدة ما تصير البي واز بالماضي هنا تصير if I where you if I were you هاي بس شوي نفصلها if I were you نحتاج ال would I wouldn't
lend him your bike. نعم زين، هذه هم ايضا حالها. نجي هسه على الجمله اللي بعدها نمبر 10 اللي هي شنو؟ هذا استفهام والاف جت بالوسط، فش اقول؟ وير ود يو جو اف يو، طبعا الكان راح يصير كود بالماضي، هاي ما لها دعوه بهاي القاعده يعني القبلها، هي هنا الكود تشير للماضي. اف يو كود هاف، اف يو كود هاف lots of free plan often plane tickets. نخلي شنو؟ question mark. هذا هم ايضا الحال. زين نيجي على number 11، هم ايضا second conditional. if بالبداية if you احول ال wake الى walk، woke up بالماضي لأن فعل شاذ، هذا نفي not remember. if you woke up and didn't، شوف هاي شوية لازم تركز عليها، بعدنا ما واصلين بعد الكومة، أريد هالجملة ماضي بسيط، woke up ماضي بسيط وفعل شاذ حولناه للماضي، عندنا remember حاط لك not remember، نحتاج نفي فنضيف didn't and didn't remember your own name، واسمك يقول احنا انت استيقظت وما تذكرت اسمك. What would you do؟ ماذا سوف تعمل؟ What would you do؟ وخلي question mark. ايضا هذا الحل. عندنا the last one، الجملة الاخيرة. If she lived، لو كانت شنو؟ عاشت شنو؟ أقرب، nearer، I would see، لرأيتها، every day، لأن هذا ما تحقق، لو كانت تعيش أقرب كان شفتها شنو؟ كل يوم. زين إذا عندكم إن شاء الله سؤال خاص بالسكند كونديشنال وحلولها، يعني أنا موجود على التليجرام تقدر، أو على اليوتيوب تعلق حتى أقدر أجاوبك. إن شاء الله هذا كل شيء خاص بالسكند كونديشنال واضح ومفصل، ومن هاي الجمل تجيكم بالامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.